انزل شوي وطلع. بالعادة ملابسي تكون غير جريئة، الجريئة، الألوان الجريئة المبتكرة اللي نقدر نغير فيها ونحسن الفاشن والأبديت كله موجود أول بأول. ليش ما ألبس أخضر؟ ليش ما ألبس أصفر، بيبي بينك، أيا كان اللون، whatever. أنا كذا أطلع كذا، حب أمشي كذا باختلاف عن الجميع أيا كان الاختلاف. أحسن لما أكون ببلدي وألبس هذا اللبس ولا أنتظر سفرة عشان أطلع برا وألبس ملابس جريئة. أنا جدا سعيد أنه أظهرت هذه الشخصية للمجتمع حتى يتقبلون أكثر ويشوفون أن هذا الشكل جدا عادي، جدا طبيعي. فكثير في بيوت فيها هذه الأشخاص، نفس زيادة المسفر. اللي قلتي أنا أكيد رجل 100% وأبحث عن الزوجة المثالية اللي تناسبني، تناسب شخصيتي، تناسب تقبل الاختلاف والأشكال والألوان أيا كان. أنا رمضان حمى زياد حبيبي. شكرا. يلا كل عام وانت بخير. شكرا. نطلع فوق.